أيضا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة الدكتور محمود صيام الكاتب والمحلل السياسي. دكتور محمود صيام، قلوبنا معكم في غزة فيما تتعرض له غزة من عمليات تدمير ممنهجة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي. أختي العزيزة، شكرا لك وللشعب المصري الذي اعتقده أخا أكبر والأما لكل العرب. لقد ظهر شيء وحققت خطة الجيش الإسرائيلي في متطرفة ضمت غزاة المتطرفين والمستوطنين بها. الآن كل شيء ظهر بشكل واضح وجلي لكل ذي رأي عين. الخطة تقوم الشعب الفلسطيني من ساحتين لكي يحشرهم في المنطقه الجنوبية، ثم بعد ذلك الخوف ليجعلوا لهم المنفذ الوحيد لينجوا بحياتهم وينجوا باطفالهم الى العبور الى الجهه المصريه. مؤامره خطيره تتعرض لها مصر وهي في عين المؤامره. الان كل اتضح. ماذا يجب علينا نحن كفلسطينيين نفعل؟ ماذا يجب على المصريين ان يفعلوا في الدول العربيه؟ اولا، الفلسطيني قرر وعقد العزم عن بكره ابيه، لو ماتوا جميعا لن يتركوا هذه البلد ولن ينتاحوا ولن يهاجروا. لقد هاجروا واحده ولن نعيدها. لن يكون الانسان مكرما محترما مرتاحا الا في بيته وفي مكانه. اما الهجره فليست في قاموس الفلسطيني. لقد قرر جميع الفلسطينيين حتى لو ماتوا عن في هذه الارض الا يتركوها ويذهبوا الى سيناء. ثانيا، الموقف المصري المحترم العروبي الموحد الصلب الذي اتخذه الرئيس السيسي ومن ثم القياده المصريه بعدم القبول بالتهجير القسري، وان يقوم الفلسطينيين بأن يكونوا لاجئين مرة أخرى هنا في سيناء. هذا الموقف مقرر تخوض يعني حراسا وحربا ونضالا دبلوماسيا لا يقل عن الحرب والحراس والنضال والجهاد الذي يقوده الشعب الفلسطيني. ماذا يجب على الأمة العربية والإسلامية أن تفعل؟ يجب عليهم أن يساندوا ظهر مصر ويساندوهم ويدعموهم ويقووا موقفهم. يجب ان تقف الامه العربيه والاسلاميه جميعا في ظهر مصر لكي لا يمر هذا المخطط ولكي لا تحدث نكبه اخرى للفلسطينيين. هناك دول عربيه كثيره لها مصالح مع امريكا ولها علاقات دبلوماسيه كبيره مع امريكا، فليمارسوا كل هذا الضغط وليمارسوا كل هذا الفعل الدبلوماسي ليوقفوا هذه المؤامره. راى الله مصر وان شاء الله الفلسطيني كما قلت لك اختي العزيزه عقد العزم ان يظلوا هنا. ارض مصر لمصر لا ندخلها الا ضيوفا كرماء في دوله كبرى تحت نعم سيد محمود، وتحلون اهلا تحلون اهلا وتنزلون سهلا ضيوفا كراما في مصر، ولكن ارضكم أرض فلسطين للفلسطينيين. دكتور محمود، يعني دعني أسألك عن الحرب المستعرة هذه المرة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة والصمود الفلسطيني الواضح. هل هذا الصمود الفلسطيني يقلق الإسرائيليين قيادة وجيشا؟ هو لم يقلق الإسرائيليين فقط، وأقلق العالم والغرب، والا لماذا حول الجميع الى الشرق الاوسط والى هنا الى فلسطين؟ لماذا ارسلت امريكا حاملتي طائرات جيرانفورد والحمله الاخرى؟ ولماذا اساسا صرخ الاسرائيليون واستنجدوا بالغرب؟ الغرب كشف وجهه بشكله الحقيقي. كل ما سمعناه عن الديمقراطيه وحقوق الانسان فقط لذوي العيون الزرقاء والشفر من الشعب. هذه الاشياء ليست للعرب، حقوق الانسان لم توضع للعرب، والعرب ايضا عرفوا الحقيقه. ان العدو الحقيقي والمد الحقيقي الذي يقف امام تقدمهم ووحدتهم واتحادهم هو الغرب على راسه امريكا. نعم. يجب على الجميع ان يعني يستخلص العبر من هذه الاحداث. ما حدث في 7 اكتوبر لقد تغيرت المعادله السياسيه في الشرق الاوسط، لقد
صدم. انقطع الاتصال مع دكتور محمود صيام، أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود صيام الكاتب والمحلل السياسي من غزة، وكل التحية لأهالي غزة الصامدين، ونسأل الله الرحمة للشهداء الذين ارتقوا في هذا التصعيد العسكري غير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.